هلا في بعض التطبيقات ممكن اني احسن هذا الريسبونس اني اشغل بروبورشنال كنترولر. البروبورشنال كنترولر راح تطلع الايرور وبتعتمد بس على الايرور، ما بتعتمد على الهيستوري تبع الايرور ولا بتعتمد على الايرور المستقبلي اللي انا متوقعه، بتعتمد الان. يعني البروبورشنال كنترولر اذا بدنا نحطها بشكل مبسط يعني هي بس بتشتغل على الحاضر، على الوضع القائم الان، بتعتمد على اي اوف تي اللي هي بتساوي الريفرنس اوف تي ماينس الاكتوال اوف تي اللي بدي اسميه اي اوف تي، مش هيك؟ باللحظه هاي، باللحظه هاي احنا خلينا نكمل من مثال الديجيتال. لو اخذنا نفس مثال الديجيتال عشان نفترض انه عندي اوتبوت من هون وهذا 8 بتس بي 0 لبي 7 وعم بطلع رقم انا هون، هلا عشان يكون نيجاتيف وبوزيتيف شو بدي اعمل؟ الايرور ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف، مزبوط؟ فهون يطلع عندي بي 0 بي 7، اذا هاي 256 بت لو بدي اعمله ساين شو بكون؟ 127 وناقص 128، مش هيك؟ اذا بدك هذا بدك تاخذ تعتبر ال 1 كومبلمنت كنتوا تسموها؟ البروبورشنال كنترولر. هلا عندي نفس الشيء، عمالي انا بقارن بالاوتبوت في الانبوت في الريفرنس، هاي البلانت وعم بيطلع عندي اوتبوت هون سمي واي اوف تي، وعم نعمل له فيدينج باك، وهون في عندي ترانسديوسر او سنسر الهام. خلينا نفترض انه ندخلهم الاثنين على البيك مايكرو كنترولر، هذا هون الريفرنس وهذا الاكتشوال، ونفس الشيء عم نعمل سامبلز. خلينا نفترض انه عم نعمل نفس الشيء في الديجيتال كنترولر من هون، فعمالي بطرح كل كابيتال تي، عمالي بطرح الريفرنس من الاكتشوال وبيطلع معي ايرور. هلا حتى تكون ترو بروبورشنال كنترولر شو لازم اعمل؟ لازم امسح اللي موجود في بي السابق، وايش بحط؟ بحط قيمه جديده لبي، فبي ما بتعتمد على قيمه بي السابقه، بنسى قيمه، ما فيش ميموري، بنسى قيمه بي القديمه، وقيمه بي الجديده من بي 0 لبي 7 بيساوي فاكتور معين، هذا الفاكتور انت بدك تقرره مضبوط فيه الايرور، هذا الفاكتور بتناسب مع بي، هو مش بي بالضبط بس هو بتناسب مع بي. فلذلك اذا كان الفرق كبير ما بين الريفرنس والاكتوال شو بكون الايرور؟ كبير. بضرب في كيف الرياكشن تبعي او الريسبونس تبعي بكون قوي، واذا صار عندي الايرور نيجاتيف يعني الاكتوال اكبر من الريفرنس، ايش بيصير عندي الايرور؟ نيجاتيف. نيجاتيف طبعا بلغه اللوجيك، بلغه الونز كومبلمنت. وايش بيطلع عندي الاوتبوت؟ بيطلع معكوس، والمعكوس لازم الاكتويتر اللي موجود عندي الان اللي بيشتغل على البلانت يقدر يفسر البوزيتيف والنيجاتيف. يعني اذا كان هذا دي سي موتور النيجاتيف شو بقول له؟ نيجاتيف تورك، واذا كان بوزيتيف بعطيني بوزيتيف تورك. يعني لو طبقته على البندولم من هون، على البندولم عندي هون دي سي موتور، اذا اعطيته بوزيتيف سيجنال معناها بده يعطيني بوزيتيف تورك في الاتجاه اللي انا سميته بوزيتيف، وإذا كان نيجاتيف معناه بده يعطيني نيجاتيف تورك. فلازم الاكتويتر يقدر يفسر النيجاتيف والبوزيتيف سيجنالز من هون، ولازم نكون احنا مصممين السيستم بحيث انه يعطيني بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف، بس تتناسب الايرور سيجنال تتناسب مع الايرور اللي موجود هون وبتعطيني اوتبوت. في مشكلة أساسية الآن في البي نطلع عليها هون، شوف شو بصير. نفترض هذا هو الريفرنس، ونفترض انا بدي اوتبوت حتى احافظ على الشيء في مكانه. خلينا ناخذ البندولوم على سبيل المثال، لو طلعنا على البندولوم اللي كنا نحكي عنه المره الماضيه، وهون في عندي دي سي موتور مركب ممكن يكون مع جيرنج، بس انا راسمه بدون جيرنج. هلا لاحظوا، افرض انا طلبت زاويه جديده من البندولوم، فكانت الزاويه الاصليه زيرو، وانا طلبت انه البندولوم بده يرتفع هون للزاويه مثلا خلينا نسميها 30 درجه او خليها 10 درجات، 10 درجات مئويه، وبدي اياه يضل ثابت في هذا المكان، مش هيك؟ مش هيك انا اللي طالبه؟ استعملت البروبورشنال كنترولر، بدل البندولوم يتحرك حسب البروبورشنال كنترولر وزاد، وخلينا نرسمه زي ما رسمناها قبل شوي بالازرق، زاد البوزيشن. يعني هلا هذا هون هي الاكتوال واللي هي هاي ثيتا، ثيتا از فانكشن اوف تايم. انا هون حطيت ستيب فانكشن، طلبت انه الزاويه تزيد من صفر ل 10 درجات، مزبوط؟ مش هيك انا طالب بدي؟ وبدل السيستم يستجيب، مش رح يقدر يطلع فجأة، مش هيك؟ هذا شوف قديش تقيلة هاي وقديش الانرشيا اللي موجودة هاي، بده يبدا المحرك هذا يشتغل. بدا يشتغل المحرك هون، وخليني افترض انه وصل القيمة مساوية، قديش صار الايرور بينهم؟ زيرو. إذا صار الايرور زيرو قديش رح يكون التورك تبع المحرك؟ زيرو. إذا ما رح يزبط، مش هيك؟ شو رح يعمل؟ لما يصير التورك زيرو من المحرك شو رح يصير بالبندلم؟ رح يرد ينزل. إيش رح يضطر يصير عندي بالآخر؟
لازم يضل في ستيدي ستيت. هذا السيستم بده ستيدي ستيت ايرور، مش راح يشتغل غير هيك. ها نسميها هاي نقطه مهمه، احد التطبيقات المهمه. لاحظوا هون ما راح يشتغل هذا السيستم الا يضل ايرور، لانه اذا الايرور صار زيرو بضربه في كيش راح يعطيني، راح يعطيني زيرو اكتويتنج سيجنال. اذا صار زيرو اكتويتنج سيجنال راح يسحل لهذا، فبضل لازم يضل في ايرور بسيط في بينهم حتى يضل في تورك جاي من المحرك حسب الكي طبعا اللي انا حاططها. وكل ما صغرت كي ضعفت كي، ايش راح يزيد عندي؟ راح يزيد هذا الايرور من هون. وكل ما قويت كي، اذا قويت كي شو بصير عندي؟ بقل الستيدي ستيت ايرور. بس ايش بصير عندي؟ بس راح يضل حتى قد ما كبروا راح يضل عندي دائما ستيدي ستيت ايرور. هاي هذا الضعف اللي في بي، مش هيك؟ شو الضعف اللي في هون؟ اذا كان عندي بي معين، اذا السيجنال بدها قيمه معينه في النهايه لازم تضلها قيمه معينه حتى يضل في تورك، راح يضل في عندي ايرور مستمر. اذا حاولت بعدين اكبر بي حتى اصغر من ستيدي ستيت ايرور، شو بصير عندي هون؟ بصير في اوفر شوت. وهي بتصير طبعا في بعض سيستمز يكبر مشكله الاوفر شوت، بس في بعض سيستم ثاني ممكن يكون هذا الاوفر شوت مشكله. اللي تغلبنا على هذا المشكله بايش؟ بالاي.